السلام عليكم عمي مين. طبعا بقى الخليج والشجر بينزل. الجو عنده وحش قوي اليومين دولت، شتا ورعد وبرد وحاجات بتطلع غريبه كده، فعلشان كده بيبقى صعب الواحد يصور الايام دي. بس عادي يعني، انا النهارده هصور من التليفون علشان انا مش عارف اطلع الكاميرا الصراحه في الشتا برضه. طيب خلينا في الموضوع المهم واهم حاجه النهارده. انا هعرض عليكم شويه عربيات بتتباع قدامي في المدينه عندي. العربيات ديت يعني مش غاليه قوي ولا رخيصه قوي، العربيات ديت مستعمله عامه، ودي عامه اسعار العربيات المستعمله في روسيا. انا لقيت عربيات بتبدا ب 100 دولار، يعني بتبدا من 100 دولار لحد مثلا 4 5000 دولار العربيات المستعمله. طيب النهارده انا هعرض عليكم شويه عربيات وهكتب الاسعار والقوه بتاعه الماتور بتاعتها والموديل بتاعها، وان شاء الله هحاول انا اوصل لكم اكبر عدد من العربيات. وبعد كده برضو زي ما قلت في الفيديو اللي فات هبدا اخش على جميع انواع العربيات علشان تبقى الناس واضحه لها كل حاجه، وان شاء الله تبقى رحله طويله وفي العربيات، لان موضوع العربيات ده رخم شويه وبالذات في الجو اللي احنا عايشين فيه دوت. يعني وانتوا عارفين الدنيا في روسيا بصراحه الجو صعب جدا ان انت تصور، بس انا بحاول على قدر الامكان ان انا اصور واوفر وقت ان انا اعرف اصور عشان اوصل للناس الطلبات اللي هم طلبوها.
على فكرة 90% من الناس اللي بتشتري عربيات مستعملة بتشتريها عن طريق المواقع اللي على الانترنت، اذا كان افيتا، اوتو، كار، المواقع يولا، المواقع دي كلها الناس بتخش عليها لو عايزة تشتري عربيات مستعملة. بس عشان تشتري عربية في روسيا مستعملة، نصيحة مني ليك، شيك عليها كويس جدا، شيك على العفشة بتاعتها، شيك عليها من فوق وتحت، شيك عليها في كل حاجة، علشان الروس فهم الحتة ديت ان هو لما بيجي يبيع عربية ما بيبيعهاش كده بالسهل، بيبيعها لأسباب معينة. انما الموديلات مثلا اللي هي من 2000 ل 99 وانت نازل، لا هم بقى خلاص يعني بالنسبة لهم ما بقتش مهمة، علشان كده بقى بيبيعوها وكده. طيب العربيات فيه ارخص في روسيا، العربيات بحر ودوامة كبيرة جدا، فطبعا مش هعرف اطلعهم كلهم في فيديو واحد، فانا بحاول اوصل يعني على قدر الامكانيات، هجيب من المواقع وهروح انا، بس العامل الاساسي معايا اللي ممكن مساعدنيش الجو. بس نصيحة مني عشان تشتري عربية في روسيا مستعملة، شيك عليها جدا وشوف البرابيك بتاعها اللي هو ماشي قد ايه وقت، عشان تبقى عارف بالظبط العربية تعرف هتعيش معاك قد ايه. زي ما قلت معظم الناس هتلاقيهم بيجيبوا العربيات بتاعتهم من على المواقع اللي هي موجودة في روسيا. فبالنسبة ان انت لو عايز تشتري عربية هتلاقيها تبدأ معاك من $100، هتلاقي معاك لحد 10,000 دولار اللي في المستعمل. في عربيات موجودة، في حلو وفي الوحش، بس نصيحة مني لازم تشيك على العربية. المهم ان انا وصلت معاكم كده لنهاية الفيديو، وانتوا عارفين ان العربيات بحر، ان انت عشان تعمل فيها فيديو مش هيبقى فيديو واحد، فانا بحاول اوصل لكم واحده واحده كده موضوع العربيات من روسيا. السلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد.